الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت شركة تسويق المنتجات النفطية في العراق عن كمية مبيعاتها من المشتقات النفطية خلال شهر آذار الماضي، وقالت الشركة إن كمية البنزين المباعة بلغت ما يقرب من 900.5 مليون لتر، موضحة أن الكمية المباعة من النفط الأبيض بلغت ما يقرب من 112 مليون لتر، وأضافت أن الكمية المباعة من زيت الكاز بنوعيه العادي والثقيل تجاوزت 780 مليون لتر، مشيرة إلى أن الكمية المباعة من زيت الوقود بنوعيه المحسن والعادي بلغت أكثر من 1 مليار لتر. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة ومكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد، وسجلت بورصة الكفاحية المركزية في بغداد سعر صرف بلغ 144,200 دينار مقابل كل 100 دولار، كما سجلت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 144,750 دينارا، فيما سجلت أسعار الشراء 143,750 دينارا لكل 100 دولار. خفضت أسعار النفط مع تأثر السوق بضعف الطلب مع توقعات محتملة في رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يبطئ النمو ويقلل من استهلاك النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 18 سنتا لتصل إلى 84.57 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 80.77 دولار للبرميل. وتقدر الأسواق فرصة 86% أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أيار المقبل. وكانت الأسعار قد تلقت ارتفاعا من تقرير صناعي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2,680,000 برميل في الأسبوع الماضي وفقا لمعهد البترول الأمريكي. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد لا يزال عند 10.1% في شهر آذار الماضي، وتوقع خبراء اقتصاد تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 9.8% مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى له في 41 عاما المسجل في شهر تشرين الأول الماضي والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوى الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل. ومن المرجح أن تعزز البيانات الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى شهر المقبل بعد فشل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة في الانخفاض كما كان متوقعا في شهر آذار الماضي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.